بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب الرابع من الكتاب الخامس والأربعين، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه وعليه السلام. سيدنا علي من اسمه يدل على العلو، والذي سماها كذا الذي ينطق بالحق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن اسمه يدل على علو المقام على طول كده. أمه سمته حرب، وسمته حيدرة الموت، وأبوه كان عايز يسميه أسد، ولما جم للنبي قال هو علي، فالنبي هو اللي سماه صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يقول إلا الحق، فهو علي المقام دنيا وأخرى وفي كل حال وفي كل قضية. والذي وعلى شكل المصريين يقول لك إيه، اللي مع علي علي، المصريين يقولوا كده، اللي مع علي علي على طول كده، فهو متحقق باسمه في كل أحواله رضي الله عنه وأرضاه وكرم الله وجهه. لم يسجد لصنم قط، أسلم وهو صبي، أول من أسلم من الصبيان عليه السلام، والله سبحانه وتعالى ادخر ذرية النبي في صلبه، ودي كرامة ما بعدها كرامة، لما تبقى ذرية النبي كلها من صلب علي، ده شيء لا يعني يخطر على بال أحد من حيث الكرامة التي أكرمها. وجعل بضعته الزهراء التي كانت تسمى أم أبيها هي زوجته، خطبها أبو بكر فالنبي أبى، خطبها عمر فالنبي أبى، وزوجها لعلي، فكانت ذرية النبي إلى يوم القيامة من صلب هذا العلي، فهي ذرية علية من علي. فالحمد لله الذي أكرمنا بمحبتنا إياه. جعل محبته علامة الإيمان وبغضه علامة النفاق، شيء عجيب، ما قالش كده في أبو بكر ولا قال كده في عمر، يعني له كرامات عجيبة سيدنا علي. قال والذي برأ الحبة، والذي برأ النسمة وفلق الحبة، إنه لعهد رسول الله لي، لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، الحديث الصحيح مسلم. فضائل سيدنا علي كثيرة جدا، ولكن الإمام مسلم اكتفى ببعضها، لكن لما تيجي تقرأ مثلا في كتب كتاب الفضائل في مسند الإمام أحمد بن حنبل تلاقي فضائل سيدنا أبو بكر الصديق 3-4 صفحات، فضائل عمر 3-4 صفحات، فضائل علي 60-70 صفحة، يعني فضائل علي كثرت فضائله وشمائله. هذا لا يعني أنه هو أفضل من سيدنا أبي بكر، لا نقول ذلك، ولكن هناك من قال أنه هو أفضل، زي سيدتنا فاطمة النبوية زوجته كانت تفضله على سائر الصحابة، هذا مذهبها، ولا يخرجه عن كونها من إيه، من إيه، من أئمة الهدى، فهي بضعة النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا علي اختلف هل هو أفضل الأمة بعد رسول الله أم أبي بكر، فاستقر الأمر على أبي بكر على ترتيب الخلافة استئناسا بترتيب الخلافة، خصوصا أن علي بن أبي طالب من مقام أو رتبة أبناء أبي بكر، فيصعب أن تقارن الابن بجوار أبيه، فهو في رتبة الأبناء، فاستحسنوا أن يقدموا الأباء على الأبناء، وهذا من باب الاستحسان، أننا نوقر الكبير ونرحم الصغير. فكان سيدنا علي بن أبي طالب من رتبة الأبناء، فلما أرادوا أن يقارنوا قارنوا من حيث الأقران، ولذا اختلفوا واستقر الأمر على تقديم الأكبر سنا. فهمت بقى المسألة؟
لكن في خلاف كبير في التفضيل. ثم هناك من الصحابة من فضل علي على عثمان زي عمار بن ياسر وكثير من الصحابة، كانوا يفضلوا سيدنا علي على سيدنا عثمان كمان. وبالتالي سيدنا علي من كثرة فضائله احتار الناس فيه في موقفه في التفضيل. واحنا نكل الأمر إلى الله ونشهد الله أننا نحبه وأننا ننصره في كل أحواله، وأننا لو كنا معه لخرجنا معه ولا تركنا الأمر يختلفون فيه، نشهد الله على ذلك. فالحمد لله الذي رزقنا محبة هذا العلي فأعلانا بها. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 70 بعد 306,000، قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو جعفر محمد بن الصباح وعبيد الله القواريري وسريج بن يونس كلهم عن يوسف الماجشون. واللفظ لابن الصباح، الماجشون ده لفظ فارسي بمعنى المورد. المورد يعني ايه؟ يعني الابيض المشرب بحمره، لانه كان ايه ابيض مشرب بحمره فسموه الماجشون هو واولاده. واللفظ لابن الصباح قال حدثنا يوسف ابو سلمة الماجشون قال حدثنا محمد بن المنكدر عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: انت مني بمنزلة هارون من موسى، الا انه لا نبي بعدي. قال سعيد: فاحببت ان اشافه بها سعدا، فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني عامر. يبقى كانوا بيطلبوا علو الاسناد. هو سمعها من عامر بن سعد، ان عامر سمع ابوه بيقول كده. فهمت ازاي؟ سعيد بن المسيب سمعها من عامر بن سعد، فقام سعيد قال ايه؟ انا اما قابل سعد بقى اخدها منه مباشره احسن حتى اقلل الوسائط. يبقى ده اسمه ايه؟ علو الاسناد. فيبقى ايه سنه علو الاسناد والبحث عنها كانت من لدن ايه؟ الجيل الاول. فاحببت، ده سعيد بن المسيب هو اللي بيقول كده، فاحببت ان اشافه بها سعدا، فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني عامر اللي هو ابنه، فقال انا سمعته، فقلت انت سمعته؟ فوضع اصبعيه على اذنيه فقال نعم، والا فاستكت صمت. يعني كانه بيقول بلغه المصريين ان شاء الله اطرش يعني لو لم اكن سمعته. فهمت؟ بلغه المصريين زي فريد الاطرش، كان في مغني اسمه فريد الاطرش، يعني الذي لا يسمع لانه يسمع الظاهر عشان مغني. يعني عيلة كده كبيرة الظاهر هناك في الشام اسمها الأطرش، وهو طالع منها يعني. فالأطرش هو الذي لا يسمع. فاستكت يعني صمت. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، قاله النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لما خرج لإحدى الغزوات، ترك سيدنا علي مكانه في المدينة خليفة. هذا الحديث بقى قامت به الرافضة ولم تقعد، وقالوا إذا هذه وصية لعلي، يبقى هو اللي بعد النبي، في حين أن هذا لا يدل على ذلك، خصوصا أن هارون مات في حال حياة موسى. يعني سيدنا موسى عاش بعد أخيه هارون بأربعين سنة. يعني سيدنا موسى دفن أخوه هارون وقعد عايش أربعين سنة بعديه، فإزاي يبقى هو بعد النبي لما هو بمنزلة هارون موسى؟ فهو يدل على المقام ولا يدل على ترتيب الخلافة، يدل على المقام العالي لسيدنا علي وخلاص. فهم؟ ولكن لا يدل على ترتيب خلافة معينة. وربما قاله النبي تطيبا لخاطر سيدنا علي أيضا، حيث أنه تركه في المدينة وخرج هو للغزو، وسيدنا علي كان فارس شجاع، كان لا يقبل أن يجلس والنبي يخرج، فقالها تطيبا لخاطره وبيانا لفضيلته، فقال أنت مني بمنزلة هارون من موسى، يعني كن في أهلي من بعدي، كأنه خليفته في أهلي من بعدي. والله تعالى أعلى وأعلى.
وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، أو قال لك أول غزوة، يعني قال له خليك أنت في المدينة وإحنا نطلع غزوة تبوك. فقال يا رسول الله لا تخلفني في النساء والصبيان. سيدنا علي دي كبير عليه بقى، هو عايز يخرج ينصر النبي. فقال اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى غير انه لا نبي بعدي. وعن ابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه في هذا الاسناد. وعن ابي قال حدثنا قتيبه بن سعيد ومحمد بن عباد وتقاربا في اللفظ. قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال ما منعك أن تسب أبا التراب. في خلافة معاوية كانت الناس تتقرب لمعاوية بأن هم يزموا سيدنا علي، فهمت؟ أو على الأقل لا يذكروه بالمحاسن، أو يدعوا أنه كان في خلافه مع معاوية أن معاوية كان أصوب، فهمت؟ في أيام خلافة معاوية، فمعاوية بن أبي سفيان شاف الناس بتقود على هذا الوتيرة وسيدنا سعد بن أبي وقاص قاعد ما بيتكلمش، قال أنت ليه ما بتاخدش معاهم، أنت إيه حكايتك يعني، ساكت ليه يعني، فهمت؟ مش بيأمره بسب سيدنا علي خد بالك، هو بس بيقول له يعني أنت يعني أنت مع مين يعني، انت قاعد ساكت مش عارفين انت تبع مين يعني، فهمت؟ قال ما منعك ان تسب ابا التراب. واستب هنا بمعنى يعني ايه، انه كان مخطئا في اجتهاده حينما رفض تسليم قتلة عثمان فكان يمنع الخلاف الذي حدث، في حين انه كان لا يستطيع ان يسلم قتلة عثمان الا باقامة تحقيق واسع، والتحقيق الواسع لا يكون إلا بعد فك الحصار عن المدينة وبعد أن تقول له الخلافة فيكون له سلطان القضاء على في الناس، فهمت؟ فسيدنا علي قال نؤجل هذا، نؤجل هذا حتى تستقر الخلافة ويستقر القضاء ويعود كل الناس لبلادهم، ثم بعد ذلك نحقق تحقيق واسع وقتلة عثمان يخرجوا نقتله. دي وجهة نظر وجيهة، هي دي الأوجه، إزاي المدينة محاصرة بجيوش من الرعاع وسيدنا علي هيخرج قتل، ده يزود ايه الفتنه ويجعل الجيوش تهجم على المدينه وتنتهك حرمتها، فهمت؟ فكان سيدنا علي ان كل الناس تروح على بلادها وتستقر الامن والامان، ثم يبدا التحقيق بدون وجود تهديد عسكري للمدينه وعسكر حوالين المدينه. دي وجهه النظر السليمه. معاويه بن ابي سفيان في الشام مش عارف وجهه النظر دي، لانه مش شايف وضع المدينه ازاي، فقال ايه اللي منعه ان هو يطلع لنا قتلة عثمان؟ فحصل سوء التفاهم. معاوية مصمم لان هو ولي الدم، ازاي عثمان تبقى هناك وعلي هناك وسيدنا الحسن والحسين والصحابة مجتمعين ويسيبوه يقتل بهذه الصورة، كيف هذا؟ فين القتلة؟ فهمت؟ فصمم مش هعمل اي حاجة ولا ابايع احد حتى تخرج لي قتلة عثمان فانا ولي الدم. طب انت بتكلمه انا باي وجهة؟ مش الاول تبايعه علشان يبقى ليه سلطان؟ فشيء عجيب، انت لا تبايعه حتى يكون له سلطان فيقضي بين الناس، ثم تروح تقول له اقضي بين الناس، يعني انا لا ابايعك فتكون قاضيا ثم اقضي، كيف ذلك؟ تناقض. فسيدنا علي قال لا تبايع اولا ثم اقضي، فهمت ازاي؟ ادي وجهة النظر. فمعاوية كان مصمم من وجهة نظره صحيح، ليه؟ لانه برضو الرؤية لم تكن واضحة في ذهنه الوضوح اللي عايشين الموقف في المدينة، هو كان قاعد في الشام مش مدرك الموقف، فهمت بقى ازاي؟ حصل بقى سوء التفاهم. فالناس قاعدة بعد ما قال الامر لمعاوية بقى على عادة الناس ان هم ايه يعني يصوبوا السلطان في كل حال، يقول لك اه ده معاوية ده كان فعلا عنده حق، مش عارف ايه، يا سلام ايه الحلاوة دي، ده هو ده ملهم القائل الملهم. وسيدنا سعد بن ابي وقاص قاعد اصلا ما يمدحوا في معاويه في وقت الفتنه كانهم بيذموا سيدنا علي بطريق المفهوم، فهمت ازاي؟ ادي المعنى.
مش معناه يسبوا يعني يقولوا كلام فارغ، لا، الصحابه كانوا مؤدبين. احنا ما نسمع يسب يعني نسمع يشت، لا، معناه الانتقاص بانه لم يكن على راي صواب وانه اخطا في اجتهاده، ادي معنى يسب، فهمت؟ وان الاولى في الاجتهاد والصحه كان معاويه، دي على وجهه نظر مين؟ الناس الموالين لمعاويه واللي نظروا بطريقه نظر معاويه في المساله، فهمت؟ لكن سيدنا سعد كان قاعد كده ساكت ما بيتكلمش، فمعاويه بيقول له ايه حكايتك؟ ايه اللي مسكتك؟ عايزين نعرف، تكلم حتى نعرف رايك، فهمت؟ قال: ما منعك ان تسب ابا التراب؟ فقال: اما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن اسبه، يعني لن انتقصه بعد ثلاث حاجات سمعتها من النبي في علي، عمري ما انتقصه ابدا ولا كمان اخطئه. ليه؟ عشان انا سمعت ثلاث فضائل ليه من النبي، من ساعتها لا يمكن اجي اتكلم في حق علي ابدا، ده سيدنا سعد اللي بيقول كده. فقال: اما ما ذكرت ثلاثا، كل ما انا فاكر الثلاث حاجات دول ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن اسبه، يعني لن انتقصه في اجتهاده، لان تكون لي واحده منهن احب الي من حمر النعم. لو واحده من الثلاثه دول بس النبي قالها لي كنت هفخر بيها واقول خالص سلام، مش عايز حاجه من الدنيا تاني، كفايه دي علي. وحمر النعم ده رمز كده عند العرب، كانت اغلى اغلى انواع الابل في العرب، هي الابل الحمراء يعني، فيعني بيقول على اغلى حاجه في الدنيا يعني. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له خلفه في بعض مغازيه، فقال له علي: يا رسول الله، خلفتني مع النساء والصبيان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى؟ الا انه لا نبوه بعدي. دي اول واحده لما قال له انت مني بمنزله هارون من موسى، الا انه لا نبوه بعد. وسمعته يقول يوم خيبر: لاعطين الرايه رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتطاولنا لها، يعني تطاولنا لها، يعني كل واحد بقى امله ان يبقى هو الرجل ده، يعني اشتقنا ان نكون هذا الرجل. فقال: ادعوا لي عليا. فأتي به أرمدة، فسيدنا رسول الله بيبحث عن علي ما لقاهوش، أتاري سيدنا علي كان عنده رمد شديد ومش شايف، عينيه ورمة ومغمضه. فلما قال ادعوا لي علي، فجاء علي يقودوه، يعني ساحبينه كده لأنه مش قافل عينيه خالص. ادعوا لي عليا. فأتي به أرمدة فبصق في عينيه ودفع الراية إليه. أول ما بصق في عينيه فتح عينيه في الحال، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يعني بصاقه كان شفاء وترياقا صلى الله عليه وسلم. ودفع الراية إليه، يبقى هو اللي بيحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، دي الثانية. ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، اللي هو لما المباهلة اللي عملها النبي صلى الله عليه وسلم مع نصارى نجران، فهمت؟ وخدوا منه معاد. فالنبي لما خرج علشان يباهل دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي. شفت التالتة بقى؟ فهمت؟ يبقى ثلاث حاجات: انت مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي، وانه يفتح الله على رجل يحبه الله ويحب ورسوله ويحب الله ورسوله، والثالثه: اللهم ان هؤلاء اهلي في المباهله، خرج بسيدنا علي وفاطمه وابنيهما. وعن ابي قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه. طبعا في الحاله دي معاويه ايه؟ سكت، لازم يسكت، هيقول ايه؟ ما يقدرش يقول حاجة، فهمت؟ والعجيب ان معاوية لم يسمع منه كلمة فيها انتقاص لسيدنا علي، لانه متأدب بأدب الصحابة، ولو خالفه في الرأي وحاربه الا انه كان لا ينتقصه بالقول، بس كان احيانا يحب يسمع الناس تنتقص، بس يسمع، فهمت؟ لكن هو نفسه ادبه بصحبته للنبي
منعته ان هو يتفوه. والعجيب برضو ان سيدنا علي حارب من حارب ومن خالفه ولم يسمع من فم سيدنا علي انتقاص احد ممن خالفه ابدا. شفت ادب الصحابه بقى؟ يختلفون ولا يتسبون. فهمت؟ لان كان خلافهم للدين وليس للدنيا. خلاف للدين وليس للدنيا. من وجهه نظر كل واحد فيهم، منهم من اخطا ومنهم من اصاب، بس الخلاف كان من اجل الدين لا من اجل الدنيا. عارف لو كان من اجل الدنيا كانوا شتموا بعض وضربوا بعض واغتابوا بعض زي ما بيحصل دلوقتي. عشان تعرف ان الخلاف الان خلاف في الدنيا مش في الدين. عارف لو خلاف لوجه الله ما كنش يحصل المشاكل اللي انت تسمعها لي. وعنه به قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا غندر عن شعبه حياء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن سعد بن ابراهيم قال سمعت ابراهيم بن سعد عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعلي: اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون ومن موسى؟ وعنه به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر بن الخطاب: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. يبقى كان يحب الإمارة لتكون علامة على حب الله ورسوله، لا علامة على حب الدنيا. شفت بقى؟ كان حبهم للإمارة لله ولرسوله، مش علشان حب دنيا، دي الصحابة كده. اتربت على هذا. لأن نظرة واحدة من النبي لهم كانت تنزع الدنيا من قلوبهم. صلى الله عليه وآله، لأنه أحسن تربية صحابته صلى الله عليه وسلم. قال: فتساورت لها، يعني تعرضت لها. سيدنا رسول الله بعد صلاة الفجر هيختار بقى الرجل، فكل واحد بقى ايه يشب كده عشان يعني يبين نفسه ان النبي. يبقى تساورته لا يعني ايه يبين نفسه للنبي كده، يعني يعمل نفسه بيعدل يعمل علشان ايه. ادي معنى تساورته لها، يعني تعرضت لها، عرضت نفسي للنبي كده علشان يعني ايه انا هو. يعني لو انت عايز حد بيحب الله ورسوله. فتساورت لها يعني تطاولت وتعرضت لها رجاء أن أدعى لها. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأعطاه إياها وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. وعشان كده الصوفية يقول لك الملتفت لا يصل، امشي ولا تلتفت. عشان كده الصوفية خدوا مبدأ إيه؟ الملتفت لا يصل. تمشي حدد هدفك وامشي ولا تلتفت. قال: فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت. سيدنا علي بعد ما مشي شوية افتكر انه عايز يسأل النبي على حاجة وقال له لا تلتفت، فسأله وهو مديله ضهره. شفت برضو ايه أدب الصحابة في تنفيذ أوامر النبي؟ قال له لا تلتفت، بس هو بعد ما مشي شوية كده قال ياه في سؤال أنا عايز أسأل النبي، بس قال لي لا تلتفت، فراح علّى صوته ومديله ضهره. ولم يلتفت فصرخ: يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يعني ما تدورش بقى على قلوبهم تقول أصل هم قالوا كده علشان خايفين، مالناش دعوة، طالما قالوا اقبل إسلامهم ولا تنقب على القلوب. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد، واللفظ هذا حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن أبي حازم قال أخبرني سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. طول الليل بقى الصحابة قاعدين يقول لك هو حيدان عبد الرحمن بن عوف؟ لا 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 يا عثمان، لا 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 أبو بكر، لا يا عم عمر، لا لا لسعد، ده لا مش عارف لأبو عبيدة، لا ده لمين؟ قاعد طول الليل قاعدين إيه؟ يدوكون. ما جابوش سيرة سيدنا علي ليه؟ لأن كان في منزلة أبنائهم. فهمت؟ فهم كل واحد بيفكر في أقرانه. فهمت إزاي؟
ثاني يوم بقى بعد صلاة الصبح فوجئوا ان المقصود هو سيدنا علي. فهمت بقى؟ ادي معنى يدوكون يعني يخوضون ويختلفون. قال فلما اصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون ان يعطاها، فقال اين علي بن ابي طالب؟ فقالوا هو يا رسول الله يشتكي عينيه. يعني مالكش دعوه بيه، ده عيان، احنا اهو احنا سلامه اهو، لكن علي عيان بقى والمريض ليس عليه حرج، احنا اهو. فقالوا هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال فارسلوا اليه فاتي به، فبسق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له. لان لما حفروا، لما حصروا خيبر، حصروا خيبر بعد الخندق، وكان حفر الخندق كله غبار، فكتير من الصحابه عينيهم تعبت، غبار وحراره شمس، فاهم؟ وكان فتح خيبر وحصار خيبر كان بعد ايه؟ بعد تقريبا الحديبيه، لا بعد الحديبيه، مش بعد، كان خيبر كان بعد الحديبيه. قالوا فارسلوا اليه فاتي به، فبسق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع. يعني احنا لو دكتور عيون شاطر هيقول له حط القطره دي والمرهم دي وتعالى لي بعد اسبوع ان شاء الله على ما تخف. ده اللي هيحصل مهما كان شاطر. لكن شوف النبي بسق في الحال، زال الرمد وفتح عينيه. يبقى العلاج النبوي حاجه تانية، علاج رباني كن فيكون. فهمت بقى؟ علاج رباني. فبسق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال انفذ على رسلك، يعني على مهلك، حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال كان علي قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رامدا، فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية أو ليأخذن بالراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله عليه فإذا نحن بعلي وما نرجوه. فقالوا هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب وشجاع بن مخلد جميعا عن ابن علي قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني أبو حيان قال حدثني يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفوني. يعني لو حصل اختلاط لأن أنا كبرت في السن فاللي تقبلوه اقبلوه، واللي مش قابلينه راجعوا نفسكم فيه واسألوا غيري. ايه بيبرأ ذمته يعني. ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة. الماء ده يسموه غدير خم، والحديث ده مشهور عند الشيعة بقى، حديث غدير خم ده بقى كل نص كلام الشيعة حوالين هذا الحديث. فهمت ازاي؟ فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. لأن النبي لما كشف له
وجد أن من أجل سلطان الدنيا سوف يقتل أهل بيته، من أجل سلطان الدنيا. فالنبي إيه لما كشف له هذا الأمر أوصى عليهم وصية زائدة صلى الله عليه وسلم، فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساء من أهل بيتي، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة. يعني نساء من أهل بيتي يعني ملحقين، وليسوا أصلا أهل بيتي، دول نساء ملحقين بأهل البيت، أما أهل البيت هم الذين حرم عليهم الصدقة. يعني إيه؟ يعني اللي هم بني هاشم وبني المطلب، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة اللي هي الزكاة يعني بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل، عقيل أخو علي، وآل جعفر، وجعفر أخو علي، وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. ويبقى هنا ده وصية بحسن صحبة ورعاية آل بيته، وليس فيها وصية بالولاية كما فهم الروافض. فهمت بقى ازاي؟ ليس فيها وصية بالولاية خالص، ده بيوصيهم بحسن صحبتهم، بالقيام برعايتهم، بحسن حرمتهم وغير ذلك، لما كشف له من أنها من أنهم سوف يطاردون على مدى 600 سنة. آل البيت كانوا يطاردوا في الخلافة الأموية كلها والخلافة العباسية كلها، كل من انتمى عليه كان يطارد ويقتل مخافة أن تؤول إليه إيه؟ الخلافة. لحد ما جت الخلافة العثمانية صالحوا آل البيت، فبعد ما كانوا يهجروا في المغرب رجعوا تاني لبلاد المسلمين، وانتشرت الولاية فيهم وإيه؟ وظهرت فيهم الولايات. إنما قبل كده هربوا في شتات الأرض لأنهم كانوا مطاردين. سيدنا عبد الله بن محض، أنت بتسمعه، ابن سيدنا الحسن، جه هنا مصر وقعد في الشارع سموه الشارع اللي هو الشيخ ريحان، سكن في مصر هنا وجاب أولاده. أول ما عرفوا إنه جه وجاب أولاده هدموا البيت عليه، فدفن حيث مات. فكانوا بيطردوهم حيث ما حلوا، ومعمول هناك في مسجد اسمه عبد الله المحض، في مسجد في شارع الشيخ ريحان، تروح تزور في مقام سيدنا عبد الله المحض ابن سيدنا الحسن والحسين. سموه المحض ليه؟ لأنه تمحضت فيه عبد الله المحض ابن سيدنا الحسن المثنى ابن سيدنا الحسن. سيدنا الحسن أنجب ولد اسمه الحسن المثنى، الحسن المثنى أنجب عبد الله. الحسن المثنى أمه زوجته حسينية وأبوه حسني، فاهم الحسن؟ فلما أنجب عبد الله قال لك ده تمحضت فيه نسل النبوة، فيه الحسن والحسين، فسموه المحض هنا. فهمت بقى؟ اللي هو ليه مقام يزار هنا في مصر، لأنهم قتلوهم، وهكذا كانوا يطردوهم في كل مكان حيثما حلوا يقتلوهم. فهمت ازاي؟ عشان كده النبي بيوصي بآل بيته لما علم أنه سوف يحدث فيهم ما يحدث من أجل الدنيا، كله من أجل الدنيا. كانوا يقتلوا سيدنا الحسين وما بيبكوا، طب بتبكي على ايه؟ عارفين مقامه، لكن بيبكوا من أجل حرمته، ولكن يقتلونه من أجل الدنيا. تناقض هذا الإنسان المعقد الغريب الذي يفعل الكبائر ويعلم أنها كبيرة، كل ذلك من أجل متاع الدنيا. وللأسف كل من قتل سيدنا الحسين باءوا بقتله ولم يفوزوا بالدنيا، قتلوا في خلال سنة واحدة، كلهم اتقتلوا في خلال سنة واحدة، فلا طالوا دي ولا طالوا دي. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا حسان يعني ابن إبراهيم عن سعيد بن مسروق عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بنحوه بمعنى حديث زهير. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كلاهما عن أبي حيان بهذا الإسناد نحو حديث إسماعيل، وزاد في حديث جرير: كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن أخطأه ضل. يبقى كتاب الله وعترتي آل بيتي. فهمت ازاي؟ وعن أبي قال: حدثنا محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا حسان يعني ابن إبراهيم عن سعيد وهو بن مسروق عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم قال دخلنا عليه فقلنا له
لقد رأيت خيرا، لقد صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت خلفه، وساق الحديث بنحو حديث أبي حيان، غير أنه قال: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة. وفيه: فقلنا: من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لا، ويم الله، إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها. لأن العلاقة بين الرجل وزوجته إيه؟ كلمة عقد النكاح، ممكن يطلقها، لكن أهل البيت دي قرابة لا تزول، ما يعرفش يتخلص منها. وإن كان يعني نساء النبي ملحقات بهم، لأنهم إيه؟ لأنهم مسؤولون عن النبي في النفقة، فملحقات بهم أيضا. فترجع إلى أبيها وقومها، أهل بيته أصله وعصابته الذين حرموا الصدقة بعده. وعن أبي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: استعمل على المدينة رجل من آل مروان، قال: فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليا. مروان بن الحكم هو اللي كان يطلب الناس تشتم سيدنا علي يعني تنتقصوا على المنابر، مروان بن الحكم، لكن مش معاوية. مروان كان يعني عنده تجرؤ، وأبو الحكم كان في قلبه مرض ولم يكن حسن الإسلام، والنبي نفى إلى الطائف وظل منفيا في الطائف عقوبة فترة خلافة أبي بكر وعمر وصدرا من خلافة عثمان، ثم عفى عنه عثمان لأنه قريبه وقال كفاية عليه العقوبة اللي فاتت دي السنين كلها، والنبي لعنه ومروان في صلبه، لعن الحكم ده ومروان في صلبه، فمروان بن الحكم أصابته هذه اللعنة، عشان كده سيء الخلق رحم الله الجميع. لكن أنا بقول لك يعني إيه وقائع التاريخ يعني، لكن رحم الله الجميع وربنا يجمعنا جميعا في الجنة. قال: استعمل على المدينة رجل من آل مروان، قال: فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليا، يبقى راجل قريب مروان بن الحكم. قال: فأبى سهل، فقال له: أما إذا أبيت فقل لعن الله أبا تراب. قول وراي، بيقول له كده، أدام أنت مش عايز تقول من نفسك أنا حلقنك بقى، قول وراي. فقال سهل: ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي التراب، وإن كان لا يفرح إذا دعي بها. فقال له: أخبرنا عن قصته، لما سمي أبا تراب؟ قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ فقالت: كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي، يعني ما لم ينم القيلولة، يعني وقت القيلولة عندي حصل سوء تفاهم بينه وبين ستنا فاطمة، فخرج غضبان ونام في الجامع في المسجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضطجع قد سقط رداءه عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عنه ويقول: قم أبا التراب، قم أبا التراب، وصالحهم على بعض صلى الله عليه وسلم. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أبلغ سيدنا علي منا السلام وانفعنا بمحبته ومحبة آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، واحشرنا في زمرتهم وحققنا بحقائقهم واسلك بنا مسالكهم يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.